صحابي جليل قامت معه الملائكة عليهم السلام بأمر لا يصدق بعد استشهاده. السلام عليكم مشاهدين الكرام. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم من ساندوا وآزروا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في انتشار الإسلام وفي غزواته وحروبه، وهم المفلحون عند الله ورسوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن سنتعرف على صحابي جليل قامت معه الملائكة بشيء غريب في إحدى الغزوات، فهو كان من السابقين إلى الإسلام، حيث أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو أحد أبرز شهداء سرية بئر معونة، وكان دفنه بعد استشهاده معجزة إلهية فلم يدفنه بشر. وفي هذا الفيديو سنتعرف على هذا الصحابي. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. هذا الصحابي الجليل هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. هذا الصحابي الكريم توفي سنة 4 للهجرة، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وكان من المستضعفين الذين عذبوا لما اعتنقوا الإسلام في مكة، فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقه لوجه الله فصار مولى له. فكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه عبدا أسود مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة الأزدي في مكة، وكان مولدا من مولد الأزد، وقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ليدعو إلى الله فيها. ونظرا لكونه عبدا أسود استضعف عامر بن فهيرة، فكان يعذب لترك دين الإسلام، إلى أن اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه بعدها لوجه الله، وصار يرعى لأبي بكر بعض غنمه. لما هم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه بالهجرة، تخفيا لفترة في غار ثور حتى يفقد متتبعوهم أثرهم. فكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يروح بغنم أبي بكر عليهما فيحتلبا الغنم، فإذا خرج عبد الله بن أبي بكر من عندهما اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يخفي آثار أقدامهما. ولما سار إلى يثرب خرج عامر بن فهيرة معهما، حيث أردفه أبو بكر خلفه. وكان لابن فهيرة دور بارز في الهجرة النبوية، حيث كان يرعى غنم أبي بكر رضي الله عنه التي يمحو بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، الذي كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه أبي بكر رضي الله عنهما أثناء تخفيهما في غار ثور. وهاجر عامر بن فهيرة إلى يثرب، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتي بدر وأحد، واستشهد في سرية بئر معونة رضي الله عنه. وهذا الصحابي الكريم عند موته لم يجدوا جثته، واتضح للصحابة رضي الله عنهم أن الملائكة عليهم السلام هم الذين دفنوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته، يرون أن الملائكة وارتها. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من الرجل الذي لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع؟ فقال له: هو عامر بن فهيرة. وعن ابن شهاب قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل يومئذ، فلم يوجد جسده حين دفنوا، يرون أن الملائكة دفنتها. وقال: فقد عمرو بن أمية عامر بن فهيرة من بين القتلى، فسأل عنه عامر بن الطفيل فقال: قتله رجل من بني كلاب يقال له جبار بن سلمة، فلما قتله قال: فزت والله، ورفع إلى السماء. فأسلم جبار بن سلمى لما رأى من قتلى عامر بن فهيرة ورفعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة وارت جثته وأنزل في عليين. إذن فهذا الصحابي الجليل دفنته الملائكة بعد أن مات في مكان لا يعلمه أحد.